ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات. الحمد لله. بسم الله. نوفيل فورماسيون مع dialectuto.com. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نجاوبو على السؤال الاكسل علاش يصلح، شكون اللي تيخدم بالاكسل وشنو ممكن نديرو بالاكسل. باش نجاوب على الأسئلة غادي ندخل لاكسل 2013، وهنا في وسط الاكسل 2013 يعطينا دي زيكزامبل، فمن خلال لي زيكزامبل غتكون عندنا فكرة على الاكسل شنو ممكن نديرو به وشنو ممكن نوصلو به كنتائج. فغادي نعطي مثال. مثلا هنا عندي، لاحظوا هنا كاين دي زيكزامبل في الاكسل كيما قلت لا فيرسيون غادي نخدمو بها غتكون الاكسل 2013. هنا نوفو كلاسور غادي نرجع لهاد جوج الاشياء، فاكتور كوميرسيال، بودجي فاميليال، بودجي انتربريز، توندونس دي ديبونس، بودجي ماركتينغ، ليست دو فيلم. فهادو كاملين تنشوفهم سون دي بتيت جيستيون كنا نصاوبهم بوسط الاكسل. كونتاكت اتيديون، ليست دو بريزونس، مثلا غادي نكليكي على ليست دو بريزونس، عندي اون ديسكريبسيون، لي بروفيسور بوف اتيليزي سو موديل pour suivre la participation de tous les étudiants par mois et par année. Cliquez le bouton créer. هنا le fichier est يتحل. عندي هنا مثلا في la première feuille كاين فقط يقول لي كيفاش نخدموا بهاد la gestion اللي هي liste de présence, liste des élèves. كاين un tableau يمكن ندخل فيه la liste des élèves اللي عندي les mois. فكل موا مثلا اما عندو ان ار بمعنى اون روتار، و بوان فور ديال الاكسل لاحظوا هنايا غادي نكتب ار. لاحظوا لا كولور من بعد كيفاش غتولي، غتولي بحال الشكل اللي هنايا. غادي نكتب لو او بمعنى اكسكوزي، بحال هكا غتولي بهاد لورونج اللي كاين هنايا. ومن بعد لاحظوا هنا جور دابسونس، ف زاد واحد هنا غادي ندير لو ان اوتوماتيكمون عندو دو زابسونس. فلا ديتو الباب لاكسل كلي ننظم هاد الاشياء زائد لي كولور. فهنا لي موا عندي كاملين، ومن بعد فهاد لابارتي rapport de présence des élèves. Tiens, tenez, avec l'étudiant, je parle d'une absence, je parle d'un autre dialogue, l'adresse, pas une chose à dire à chaque qui n'a rien à la droite du tableau. Tiens, le chasse avec chez des lames, comme Zaid Lekoui, une fausse référence, clic, on peut n'aider deuxième étudiant. فالز انفورماسيون تي تبدل من بعد تيعطيني لي دوني خاصين بلو دوزيام اتيديون. فوالا ديتو البال ليكسل يمكن ندير به اون جيستيون ايكولير ديال لي زابسونس، كذلك يمكن ندير به اون جيستيون ديال لي نوت. فغادي نشوف ان اوتر موديل فيشي، غادي نرجع نوفو. ومن بعد مثلا ان اوتر تيب، يعني ديكزامبل ليست دو فيلم، كليك سو تري جولي موديل فو بيرميترا دو كونسيرفي اون ليست دو تو فو فيلم ا لاد دو لا ميز اون فورم كونديسيونير. اخا كريي هنا عندي ان تابلو، لاحظوا فيه نيميرو، اني، تيتر، كريتيك، دي زيتوال، اكتور برانسيبو، رياليزاتور، انسي دو سويت. من الاشياء اللي يمكن نديرو بالاكسل، لاحظوا نكليكي على البوطون سيليكسيوني، نقول له مثلا بغيت فقط لي فيلم دو جون كوميدي. اوكي، بمعنى تنديرو ان فيلتر. هنا عندي غير واحد بحال هكا، فيمكن لي بواسطة الاكسل نجيري مثلا لي فيلم اللي عندي، او انسان اللي كان عنده كتوبة كذلك خاصين بيه يمكن لي يصاوب ان تابلو ويحط فيه كاع هاد الاشياء اللي كاين هنا. دوطخ تيب مثلا غادي نرجعو ديما نوفو في هاد المكان نشوفو واش ممكن نصاوبو بالاكسل. بودجي دونتربريز، هنا عندي ديسكريبسيون، سويفي لي ديبونس اي لي روسيت دو فوتر سوسيتي دون سو موديل اكسل. كريي كاي اكزومبل نون دو لا سوسيتي، يمكن نكليكي عليها ونكتب لو نون دو لا سوسيتي ديالتي مثلا. بودجي مونسيوال، طو دو بودجي استيمي ريال ديفيرونس، انسي دو سويت. وهنا عندي ان تابلو ملاحظه، في لو تابلو يمكن ندير لو فيتر، يمكن ندير بزاف ديال الاشياء. كذلك الا مشيت تبدلت هاد لي زانفورماسيون اللي هنايا، مثلا غنديريسون بحال هكا، لاحظوا هنايا تيختلف هاد الميبيان. فالميبيان عنده علاقة مع شنو؟ عندهم هاد لي زانفورماسيون، كذلك هاد لي كالكول. فهاد هو القوة ديالاش ديال الاكسل. الاكسل دون فاسون جينيرال تنديرو بيه اون جيستيون. من تنقول اون جيستيون ماشي لابد غادي تكون اون جيستيون كوميرسيال، لا، تنقدو نصاوبو بيه اون جيستيون كوميرسيال، يمكن نصاوبو بيه اون جيستيون مثلا ديكول، يعني تتجيري لي نوت، تتجيري لي زابسونس، تتصاوب لي بوتان، يمكن نصاوبو بيه اون جيستيون يعني بشكل عام على حسب لوبجيكتيف اللي بغينا حنايا. فهاد الاشياء هما اللي غادي نشوفوها بالنسبة بإذن الله في وسط لا فورماسيون، يعني كيفاش نتعاملو مع الاكسل على اساس اننا نوصلو النتائج اللي بغيناها.